ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس اللبنانية سيد حسان قطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك سيد حسان. سيد حسان مرحبا بك، هل تسمعوني؟ نعم، أهلا بكم. أهلا وسهلا. ما أهمية هذا الانتقاد الأممي للانتهاكات الصهيونية التي اخترقت أجواء لبنان مؤخرا؟ وكانت هذه طبعا هذا الانتقاد بشكل واضح بعد جلسة مجلس الأمن. في الحقيقة إسرائيل لم تلتزم يوما بالاتفاقيات الدولية وحتى بقرارات مجلس الأمن الدولي، وجاء القرار 1701 ليؤكد على استقرار الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وعلى الطلب من إسرائيل أو الكيان الصهيوني عدم اختراق الخط الأزرق سواء بريا أو جوا أو بحرا. وإسرائيل لم تلتزم منذ انتهاء الصراع أو الحرب العدوانية عام 2006 وحتى تاريخه، لم تلتزم يوما بهذا الاتفاق أو تلتزم بهذا القرار، ودائما ما كانت تنتهك الخط الأزرق باستمرار. نعم. الانتقاد اليوم من مجلس الأمن هو ظاهرة إيجابية وبادرة إيجابية يعطي بعض التوازن في الانتقاد، وطالما أصدرت القوات الدولية تقريرها وحددت بدقة عدد المرات التي تخترق بها إسرائيل الحدود سواء من الجو أو من البحر أو من البر، ولكن مجلس الأمن كان يتغاضى عن هذا الاختراق باستمرار. قرار مجلس الأمن اليوم أو حتى بيان مجلس الأمن اليوم الذي ينتقد إسرائيل ممكن أن نأخذه إيجابا بأنه انتقاد جدي ولأول مرة، ولكن ممكن أيضا أن نقف عنده لنرى ما سوف يستجد من بعده، بحيث نعم. أن يعني هل من المتوقع أن يخفف الاحتقان الموجود وبالتالي يوقف أو يؤجل حدوث مناوشة ما بين حزب الله وبين إسرائيل؟ بالعكس، قد تكون هذه بداية لتطوير دور القوات الدولية، لأن القوات الدولية أصدرت بيانا منذ فترة أكدت فيه أن حزب الله قد اخترق الحدود اللبنانية الفلسطينية مع الكيان الغاصب، وأن حزب الله لم يلتزم بالقرار 1701، وأن هناك مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله، وأن هناك مستودعات أسلحة وذخيرة جنوب نهر الليطاني، وهذا مخالف للقرار 1701. فهذه الإدانة لإسرائيل والإدانة المماثلة لحزب الله قد تكون مبررا لعمل عسكري معين أو لتطوير قرار القراءة الفلسطينية. على ذكركم لهذا الموضوع سيد حسان، ألا تعتقدون أن سببا من الأسباب المهمة للصراع الحاصل هو عدم النأي بلبنان عن أزمات المنطقة؟ حزب الله يتخذ لنفسه سياسة خارجية خاصة تماما به، ولا يلتزم بأي قرار من قرارات الحكومة اللبنانية. أول قرار اتخذ بتنفيذ أو الالتزام بسياسة النأي بالنفس كان خلال حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، الذي اتخذت قرارا بالنأي بالنفس عن الصراع في سوريا، ولم يلتزم بها حزب الله وانخرط في الصراع السوري، ومن ثم تم اتفاق في ما سمي تفاهم بعبدة في خلال عهد الرئيس ميشيل سليمان، رئيس السابق للبنان ميشيل سليمان، ولم يلتزم حزب الله مطلقا، فانخرط حزب الله في الصراع في سوريا وانخرط في العراق وانخرط في اليمن ولم يلتزم مطلقا. اضف الى ذلك البيانات التي يصدرها حزب الله وخطابات امينه العام التي تهاجم الدول العربيه وتدين الدول العربيه ويهدد الدول العربيه، هذا جعل لبنان في موقع المتهم باستمرار بانه لا يلتزم بسياسه النائب النفس، وان سياسه النائب النفس هي سياسه رسميه فقط وليست عمليه مطلقا، لان فريقا من اللبنانيين التابعين لحزب الله ويقودهم حزب الله منخرطين بكامل تفاصيل الصراعات في المنطقة، وهذا شيء مرفوض وغير مقبول. ما يعني أن لبنان يعاني. تفضل أستاذ حسن. فحزب الله سياسته تورط لبنان في مشاكل مع المجتمع العربي مع المجتمع الدولي، وتضعه في موقع صراع مع إسرائيل في حال وقع أي صراع إسرائيلي مع إيران، وهذا ما أكده أمينه العام بأن أي صراع بين إسرائيل وإيران أو بين أمريكا وإيران حزب الله سيكون طرفا في هذا الصراع، مما يعني أن الساحة اللبنانية أو دولة لبنان ستكون جزءا من هذا الصراع، بالرغم أن معظم اللبنانيين لا يرغبون أن يكونوا جزءا من هذا الصراع. نعم. ولا يريدون أن يكونوا وبالمناسبة هذا أيضا ما أكده قادة آخرون لميليشيات أخرى في العراق على سبيل المثال. لكن دعنا نتوقف عند أمر مهم سيد حسان، وهو أن الكيان الصهيوني ضرب تقريبا في ثلاث دول عربية
في آن واحد في سوريا وفي العراق وفي لبنان في وقت متقارب، وعلى الرغم من الخطاب الذي أدلى به السيد حسن نصر الله، هل هذا الأداء الصهيوني يحمل دلالات ورسائل معينة إلى إيران؟ من الطبيعي أن نلاحظ ماذا يجري حولنا. الباخرة الإيرانية، باخرة النفط الإيرانية التي تجوب البحر المتوسط ولا تجد مرفأ يستقبلها، هذا يعني أن إيران في موقع الضعف، موقع الضعيف، موقع عدم القدرة المالية على دعم الميليشيات والأذرع التي نسجتها وأنشأتها في لبنان وسوريا والعراق. إسرائيل تتخذ من هذا الواقع فرصة لها لضرب مستودعات الذخيرة وطرق الإمداد وإضعاف هذه الأذرع التي تستند إليها إيران في حروبها الخارجية. إيران تحاول أن تبقى بعيدة عن الصراع من خلال استخدام أدواتها. الآن أصبحت كل الأدوات الإيرانية معرضة للضرب سواء في العراق أو سوريا أو لبنان، وهي عاجزة عن دعمها، وحتى إيران عاجزة عن الانخراط في الصراع لدعم هذه الأدوات نتيجة ضعفها المالي واقتصادها الذي يقارب الانهيار ومحاولتها. والمشكلة الكبيرة أيضا أن إيران تحاول أن تتفاوض عبر فرنسا مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمتها، فيما الميليشيات المؤيدة لها أو الأذرع التابعة لها تستمر في رفع وتيرة تهديداتها بأنها سوف تدافع عن إيران وأنها سوف تخوض حربا دفاعا عن إيران. نعم. إيران تفاوض لمصلحتها، وهذه الميليشيات تفاوض على تدمير بلادها لمصلحة إيران، وهذا ما يجعل المواطن العربي يرفض هذا الواقع. نعم، شكرا لك سيد حسان قطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.